بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرات نيماتو هيلمنس لطلاب كلية الطب البيطري الفرقة الثانية. حاب أشكر الدكتور أحمد جارح على مساعدته لي في إعداد المحاضرات. فإحنا النهاردة هناخد نيماتو هيلمنس دي فايلم من بارازايت بيسموها الراوند وورم، وهي ثريد لايك يعني هي اسطوانية كده. احنا مش عايزين نحفظ كتير عشان المنهج بتاع النيماتود ده كتير قوي، لكن احنا هنطلع بالحاجات الخفيفة اللي احنا ممكن نفهمها. النيماتود في منها فري ليفنج بيعيش في البيئة العادية، وفي منها نيماتود بتعمل بارازيتايز على البلانت، وفي نيماتود اللي هي بارازيتايز على الانيمال والانيمال على الانيمال والمان. النيماتود فيها ثلاث انواع، في فري ليفنج ده بيعيش في البيئه عادي من غير ما يعمل بارازايت، ما هوش بارازايت، وفي النيماتود مشهوره قوي على البارازايتايزنج البلانت، وفي البارازايتايز للهيومن والانيمال، ودي اللي هي ممكن تبقى لها اهميه عندنا. جنرال كاركتر بتاع النيماتود، لو حضرتك فاكر ان النيماتود ديت بتبقى ان سيجمنتد عكس السيستود وان سيجمنتد، باي لاترال سيمتريكال، الونجيتد، سلندريكال، فلافلي فورم ابيرنس، فليشي كالرد بودي. لو حضرتك فاكر الجنرال كاركتر بتاعت النيماتود ان هي ان سيجمنتد سنجل وباي لاترال سيمتريكال وبتبقى الونجيتد، وبيبقى فيها اللي يهمني ان فيها دايجستيف سيستم، وفيها لو خدنا فيها كروس سيكشن كده هنشوف ان تلاقيها راوندد، عشان كده بيسموها راوند وورم، وفي منها الطويل قوي زي السترونجولاس زي الدراكونجولاس ميدنينسيس، وفي منها القصير قوي زي السترونجولاس بالشكل ده. لكن في خاصيه في النيماتود مهمه جدا مش موجودة لا في الترماتود ولا في السيتود، وهي السكس ار سيبريت. السكس ار سيبريت يعني ايه السكس ار سيبريت؟ سيبريت يعني فيها ميل وفيها فيميل، فيها ميل وفيها فيميل. الميل بيبقى شورتر وسينر، الفيميل بتبقى لونجر وسكشور. الميل هاف سنترال كيرفد بستيرو اند، الميل ليه كيرفد بستيرو اند وتنتهي بالبابلي او بالسبيكيوز، بابلي او كبرات السبيكيوز او بالبيرسة، ودي الحاجات اللي هي ممكن تبقى موجودة في علمي ده. لو احنا خدنا السكشنز اهو في راوند موجودة، والكروس سكشنز ده اللي موجود في في النيماتود. الراوند روم اناتومي هو نفس الكلام، ادي الاسكارس، ادي الميل اهو، اها اهي دي كيرف بتصير اند بتاعته، ودي تراكنس بلس بتبقى برضو ادي الميل بيبقى كيرف، والسباكيوز اهي موجوده، وده دياجرام للاسكارس اناتومي، ادي الماوس اهو، ماوس بارت وبعدين الفارينكس وبعدين الانتستين، والانتستين بيبان كما لو كان فيها ديدان داخل ديدان كده. فيها اكسكريتيف سيستم، فيها فاسكولار سيستم، مفيش مشاكل. فيها المنتري تراك، خلي بالك ان التريماتود والسيستود كانش فيهم المنتري تراك، لكن هنا موجوده المنتري تراك. الانتستين تبقى راوندد، ولو انت اخذنا كروس سكشن هنشوف فيها راوند وول، والسفجاس بتاعها بيبقى ليه ميزه معينه حتى تكسره، ممكن نقسم على اساس الاسفجاس نيماتود في سيمبل كلاب شيب اسفجاس زي الاسكارس بالشكل ده اهو، بالشكل ده
سيمبل كلاب شيب اسوفجاس، وفي دبل بالبد اسوفجاس اهو بالشكل ده، ادي ده السيمبل اهو، وادي البالب اللي موجوده. ان كومبوز اوف انتيرو كلاب شيب وبستيرو سيريكال شيب زي الاوزيوريس. وفي رابيسيفورم اسوفجاس بيتكون من جزء من قدام اسمه انتيرو سيلندريكال بارت وبستيرو بايريفورم بارت، ده بيبقى سميه رابيسيفورم اسوفجاس. وفي سيلولار اسوفجاس، الاسوفجاس عباره عن تيوب اتاشت وارو اوف سيل زي في حاله الترايكينيلا سبيرالز. وفي سيلندريكال اسوفجاس زي في الفلاري فورم لارفا، بيسموه حتى فلاري لاري فورم اوسيفيدس، كومبوز اوف تو بار شورت ماسكولار مارو انتيرو بار، وبعدين لونج وايد جلاندولار بستيرو بار زي ما واضح قدام. بس كده في لاري فورم اوسيفيدس الشكل اهو واضح زي اللي بيبقى في لاري فورم لارف، وده رسم بنبين بيه الرابد فورم والفلاري فورم والبالب بتاعت الاوسيفيدس وباقي معاه. الريبرودكتيف سيستم طبعا احنا قلنا ان النيماتود فيها ميل وفيميل، يعني السكس ار سيبريت، والفيميل بتبقى عباره عن ثلاث حاجات، يا اما اوفيبيرس اوفيبيرس يعني الايج بتبقى اما تيو، وبعدين اوفي في في بيرس اوفي في في بيرس اوفي في في بيرس، الايج بتنزل ماتيو. وبعدين كمان عندنا هذه الاوف في في بيرس الايج كونتيننج امبرو، وبعدين الفي في بيرس دي اللي هي بيبقى فيها دي اهي دي بيبقى في في بيرس اللي هي بتحط لها الفرد. يبقى النيماتود بتتقسم من ناحيه الفيميل لايه؟ اوفي بيرس اوفي في في بيرس وفي في بيرس. اوفي بيرس لينج ايج، تحط اماتيور ايج زي الاسكاس والترايكوكابلس والكريستوما والسترونجيلا. اوفي في في بيرس الايج كونتيننج لارفا، يعني ماتيور ايج زي الاوزيورس والسترونجيلايدس. في في بيرس دي بتحط لارفا على طول، ما بتحطش ايج زي تريكينيلا سبيرالز. ده الريبرودكتيف سيستم. النيماتود بتستخدم في حياتها كلها، ممكن تبقى مونوزينس يعني فيها هوست واحد زي الاسكاز، او هيتيروزينس زي التشو نيماتود، يعني ده كلام اتخذناه في المقدمه، ويحصل لها مولتنج المود اوف انفكشن ويز نيماتود. ازاي الانسان يدعي بالنيماتود كلها على بعض كده اي منها؟ نمره واحد عن طريق الانجيشن، يعني اللي ياخد امبريونيتد ايج كونتامينيتنج للفود والدرينك، ممكن زي كاسكاري زي الانتروبيا زي التريكورس، كل دول ممكن يتنقل عن طريق الامبريونيتد ايج عن طريق الانجيشن. وفي بعض الحالات ان ممكن يبقى انجيشن اوف انترميديت هوست اللي هو سايكلوبز بتاع المدينه وورب، بيبقى فيه الانفكتيف سي، او يحصل ان انا ناكل لحوم زي لحوم البيج اللي فيها الانسيستد لارفا بتاعت سترايكن لاسبيرالز. خلي بالك في واحده خدناها قبل كده بتنقل عن طريق البورك ميت اللي هو لحم الخنزير، وهي التينيا سوليوم، يبقى دي تاني واحده تريكينيلا سبيرالز. او ممكن عن طريق البنتريشن اوف سكين زي الفلاري فول مرارفة بتاعت الانكلستوما، انها تعمل بنتريشن للسكين. او ممكن عن طريق الارثروبود، عن طريق ان البلاد ساكنج ارثروبود زي الفيميل انوفس لما تنقل الفلاري الور، او عن طريق الانهيليشن في الكونتامينيتد امبريونيتد ايج زي في الاسكاريس والانتروبيوس. اللارفا لما تدخل جسم الانسان ليها ثلاثة ممكن تعمل مايجريشن. مايجريشن تهاجر من الانتستين تروح لمكان تاني، وممكن ترجع للانتستين تاني. ففي تراكيل مايجريشن، ده الكومبلكس مايجريشن، ده اللي بيتم في الاسكارس،
ان اللارفا تطلع من الانتستين وتلف في البلاد مع السيركوليشن لغايه لما ترجع للانتستين تاني. وفي مايجريشن بسيط اسمه ميكوزال مايجريشن، ده سيمبل مايجريشن، وبيبقى في الدايجست سيستم نفسه. يعني اللارفا تيجي تروح لايه، تروح نازله في الساب ميكوزا مثلا وترجع تاني. سوماتيك لا، ده البارازايت او اللارفا دي تروح تحصل لها انسستيشن في التيشو، يروح يحصل ستيشن زي في حالة الترايكينيلا سبرا. بعد كده دي مقدمة بسيطة عن النيماتود، ويهمني فيها الجينرال كاركتر بتاعة النيماتود، ان انت بعارف ان انت عندك النيماتود ديت باي سكس، يعني فيها ميل وفيميل، والصبغة بتاعها ممكن يبقى دايجنوستيك، وان الفيميل يا اما اوف بيرس يا اما اوف في بيرس يا اما في بيرس. وده كل اللي احنا عايزين تعرفه من الانترودكشن. كلاسيفيكيشن في النيماتود، احنا بنقسموها للانتستاينال نيماتود وتيشو نيماتود. وقلنا الانتستاينال نيماتود بنقسمها نان بيرسيدد نيماتود، ودي بتشمل اسكار ريدي كلها على بعض، اسكار سليمبروكويدس في الانسان، اسكار السايمي في البيج، بارا اسكارس يكورام في الاكواين، يو اسكارس في تلورام في الكاتل، توكسوكاراكانس في توكسوكاراكانس في في الدوج، توكسوكاراكاتي في الكات، توكسوكارليوني ممكن في الدوج وفي الكات، واسكريدا قال لي وهيتراكس قال لي دول بتوع الطيور. كل الشغلانه دي فاميلي اسمها اسكريدي كلها زي بعض. ما نقعدش نحفظ الاسماء وبس، لا، احنا هنحط دلوقتي خريطه ان احنا نذاكر بيها ازاي نذاكر الاسكاري ريدي دي كلها على بعض بدون ما نبذل مجهود، فما فيش مجهود. نشرح واحده ونقول الفروقات بقى التانية. وبعدين عندي فاميلي اسمها اكزوري، دي تحصل زي الاكزوريس اكواي والانتروبيس في المكلاس، وفاميلي السترونجوليدي دي بناخد منها سترونجوليد ستيركولاريس، وفاميلي تريكنيليدي بناخد منها تريكنيلا بيراليس، وفاميلي ترايكوريدي ناخد منها ترايكورس ترايكورا وترايكورس اوفيس، والكابيليريا بناخد منها الشابيرتيا و والكابيليريا بناخد منها كابيليريا هيباتيكا. وبعد كده البرسيد نيماتود زي السترونجيلاس. بعد كده في البرسيد نيماتود هناخدهم مع بعض ان شاء الله باذن الله تعالى. وبعدين هناخد بعد كده التشو نيماتود والوضع بتاعها. ما نستعجلش الامور عشان ما يبقاش في عندنا مشاكل كتير. الاسماء كتيره في النيماتود لكن فيها ميزه التشابه، هو سمه الموقف. يعني احنا عايزين نعرف الحاجه الجنرال لكل مجموعه عشان ما يبقاش تقيل عليك وصعب. لما ان شاء الله ربنا يكرمك وتخلص وتحضر بره او تحضر اي حاجه للات، يبقى ممكن نقول لك تعالى بالتفصيل. النمبر 6 نيماتود وفاميلي اسكاريدي، والاسكاريدي دي اولا رانج نيماتود، وبتبقى فاوند انفيريتي اوف اكواتيك اند تيريشيال سبتبريت، بتصيب كل الناس، ناب حتى السمك بتصيبه. من دوماستيك انيمال ذير از نو ذير از اونلي وان امبورتنت فاميلي بيسموها اسكاريدا. ايه هي الاستراكشر بتاعها؟ هي نيماتود، فبالتالي فيها ماوس بارت، بيبقى فيه 3 ليبس موجودين هم محاطين بالماوس اوبننج، ويبقى فيها ميل، والميل بيبقى كير بالستيرو اند لان في كوبلات ريبيرس، وفيها فيميل بتبقى بوندد بالستيرو اند، وبيبقى اللايف سايكل بتاعتها تبقى اندايركت لايف سايكل. واللي احنا بناخدهم اسكارس لامبريكودس واسكارس سايم، بار اسكارس اكيورا، نيو اسكارس فيتولورا، تكسوكارا كانس تكسوكارا كاتي، واسكير ده قال له هيتركت قال لي. هناخد بالنسبه للاسكارس لامبريكودس دي موجوده في الهيومن، فاحنا هناخد مثال للاسكارس نشرحه كامل اللي هو الاسكار الصيني عشان يبقى ايه خدنا حاجه ونطبق عليها الباقي. ودي عباره عن احد اسباب الخسائر اللي بتتم في مزارع الخنزير، والهوست بتاعها بيبقى البيج، والهابيتات السمول انتستين،
والمورفولوجي سيبك من الكلام كله، عبارة عن ميل وفيميل اهو يا سيدي. لو انت جاي عايز تعرف ادي الفرق بين الميل والفيميل، ادي اهو شوف عندك الميل اهو، ده الميل، الميل اهو شايف الحتة دي اهو، ده كله دي البستير اند بتاعت الميل، وادي الفيميل بستير اند بتاعتها عادية، وده ادي الميل في الصورة التانية وادي الفيميل. هنا هنشوف مع بعض ادي الميل كيرفت بستيرور ان، وادي الفيميل استرييتد بستيرور ان، وادي الهيد او الماوس بارد وفيها اللبس، ادي اللبس واحد ادي اثنين ادي ثلاثة، وبعدين دي حوالين الماوس اوبننج اهي، واخد بالك؟ وده شكل الاسكارز هي مطلعينها من الانترستد، وده شكل الاسكارز هي ونازلة، وهنا الاسكارز موجودة في الستول، لأن ممكن تقوم الصبح تلاقي مزرعتك حاجات زي كده. ده كروس سيكشن بيبين المورفولوجي بتاعها. ايه هي اللايف سايكل بتاعت الاسكارز؟ تعالوا مع بعض نشرحها هنا موجود. لو قلنا الاسكارز كلها بقى، هنا الاسكارز كلها، سواء كان اسكارز كلابريكودس في المان، او اسكارز صايمي في البيج، او اسكارز في تلورا في الكاتل، او اسكارز كيورا في الاكوان، وهكذا. الاسكارز تبقى موجودة في السمول انتستين ميل وفي ميل مع بعض، بيحط الاج بتنزل في الستول، الاج بتبقى اماتيور يبقى ايه؟ اوفي بيرس. اوفي بيرس تاخد فترة عشان يحصل لها ماتوريشن ويتكون داخلها لارف، لكن الاج قاعد زي ما هي. يجي الانسان او الحيوان ايا كان نوعه ياكل الاج دي اللي هي امبريونيتد ايج، اللي هي تعتبر الانفكتيف ستيج دلوقتي، واخد بالك؟ ينزل في السمول انتستين يحصل لها هاتشم وتطلع لي اللارفة اللي جوه. اللارفة دي تروح تعمل بنتريشن للول بتاع السمول انتستين، وتمشي مع السيركوليشن وتروح للهارت ثم اللنج، وبعدين تمشي مع التراكية والفارنكس وتروح للاسوفاجس، وتنزل تاني لغاية لما توصل للانتستين وتديني القدر. الدورة دي اللي هي بنسميها مايجريشن، واخد بالك؟ مايجريشن، طلعت من الانتستين ولفت وراحت ورجعت للانتستين تاني. الباثوجينيز بتاعت الاسكار الصايمي، مايجريتنج لارفا ان ذا ليفر كوز انفلاماتوري رياكشن، وبتعمل لي ديستراكشن وهيموري. وبات لما تيجي نذبح نشوف الليفر هنلاقي فيه ان النيكروبسي بتاع الليفر بيبقى شو وايتش ار كومنلي كولد ميلك سبوت، بنشوف وايتش اريا كده موجوده فيه بالشكل ده، شايف النقط دي؟ دي بنسميها ميلك سبوت. ميلك سبوت دي كاركتر او دايجنوستيك للليفر بتاعها ال بيج اللي مصاب بالاسكار الصايم. بعدين بعد كده ان في اللنج هي اثناء ما تعمل لي مايجريشن، لو انت فاكر كنا بنقول بتعمل حاجه كده، كل اللي بيعمل مايجريشن دول بيروحوا منطقه في اللنج ويعملوا لي حاجه اسمها لوفرس سيندروم، وبعدين يحصل ان الادلت ممكن هي موجوده في الانتستين تعمل لي انتستينال ابستراكشن، واحيانا يحصل برفوريشن للانتستينال وول وتعمل لي بريتونايتس، وده هو الخطورة بتاعت الاسكارس. اشخص الاسكارس ازاي؟ بالخلاصة بدل ما تقرا وتروح وتيجي، ان انا اشوف الاج في الاستو، سواء الاج دي فيرتلايزد ايج او انفيرتلايزد ايج او دي كورتيكيتد ايج، كل دول عبارة عن ايج بينزل في الاستو. واحيانا ممكن او ينزل حاجة تاني مع الاسكارس بالذات، ممكن الأضل تلقاها موجودة في الستول، ممكن الأضل يبقى الدياجنوستيك ستيج في حالة الأسكارس. والله لو وجدنا الأضل، يعني يجي لك الراجل الصبح كده جايب لك ديدان كبيرة كده حوالي 20 30 سم، تقول لك يا بيه لقينا دي تحت الحيوانات بالليل الصبح، فدي على طول أسكارس في سلندر كانوا مطولة كده عامل زي تعبان البط، أو بيسموها حيتان البط، دي على طول بتبقى أسكارس. وممكن جدا تاخد عين الستول وتشوف فيها الاج.
الحاجة التانية اللي بتصيب الحيوانات هنا، خلي بالك خلاص احنا عرفنا دلوقتي الأذكار تصيب بني آدم والأذكار تصيب البيج، وفي كل الأحوال الأذكار دي موجودة في السمول تيستد دياجنوستيك ستيج بتاعها عبارة عن الإيج أو الأضل، والإنفكتيف ستيج عبارة عن الإمبريونيت إيج، والإنفكشن بيتم فيها عن طريق الإنجيشن أوف إمبريونيت إيج. أقول الثلاث نقط دول تاني عشان النبي ما إيه ما تحفظوش تقعدوا تشغلوا شغلانة الإيه البغبغانات اللي شغالها وكم كبير وحاجة كبيرة وديدان كتيرة. لكن إحنا بنقول الأسكارس في أيا كان في أي مكان أيا كان اسمها في العشر أسماء اللي أنت في الحالات اللي أنت واخدهم دول هو كالآتي، موجودة فين؟ موجودة في السمول انتست. الدياجنوستيك سيج بتاعها والله لو الأضل نزلت في الستول أنا هشوف الأضل يبقى دياجنوستيك، لو ما نزلتش الأضل هشوف الإيج بأنواعها المختلفة سواء كان فيرتلايزد إيج أن فيرتلايزد إيج دي كورتيكيت إيج. طيب أتعدي بيها إزاي؟ أتعدي بيها عن طريق الإنجيشن أوف إمبريونيتد إيج، يبقى الإنفكتيف سيج هنا مين؟ الإمبريونيتد إيج. بيحصل مايجريشن؟ اه بيحصل مايجريشن فيها. ده كل ما انا عايز تعرفه عن الاسكار فينه، طبقناها على اسكار سلمبريكودس وطبقناها على اسكار الصيني، وتعال نطبقها على اسكارس اكيورم او بارا اسكارس اكيورم. موجوده فين؟ اكيورم بتبقى السيد مين؟ الهوست بتاعها هيبقى على طول عباره عن الاكواين. خلاص موجوده فين؟ في الاكواين في السمول انتست. مورفولوجي هتقول ايه مورفولوجي عن اللي فات غير إيه؟ يعني ممكن لبس تبقى فيها يعني مختلفة شوية وليها برومننت لبس شفافة كده مش تخينة قوي رفيعة يعني برومننت وايضر لبس حاجة. تعال بقى نشوف المورفولوجي بتاعها بالنسبة للأضل أو بالنسبة، تعال بقى نشوف المورفولوجي بتاعها الميل والفيميل. هنا بيبقى الماوس بارت في احنا قلنا في 3 ليبس، هنا 3 ليبس بيبقى بايه؟ برومننت وايدر ليبس شفايفها زي شفايف الخيل كده كبيره شويه، وممكن كل ليبس تنقسم لتو بارس كده جزئين منها انتير وبستير وفي جروف بينهم ماشي. الشكل ده شكل اللبس اهو شايف ادي جزئين اهو بقت ما فيش مشكله، ده بار اسكاريس اكيورم وشكلها الواضح والكبير. لكن فيها حاجه تاني الاج بتاعتها ان هي بتبقى ايه سب جلوبلر وبراونشن كلر وسكشن كورسلي بيتد. اها كورسلي بيتد كورسلي بيتد اها الول بتاعها كورسلي بيتد البومينوس لاير. يبقى في الهاسكال تحت الامبريكودس كانت ليها ماميليشن، هنا فيها ايه كورسلي بيتد كورسلي بيتد البومينوس لاير، وده اللايف سايكل بتاعتها مش هنحكيها تاني ومش هنقول فيها خلاص. ده بالنسبة للأسكارس أكثر. أسكارس في تلورم أو ساعات بيسموها توكتوكارا في تلورم، أسكارس في تلورم موجودة فين؟ موجودة في الكتف. طب موجودة فين في الكتف؟ في السمول انتست. نفس الحكاية ونفس الكلام اللي موجود، لكن في المورفولوجي إن السيربز سمولر شوية، شفايفها صغيرة شوية يا سيدي، والبستيرو إند بتاعت النيل كولد ويز إيه تو سبيكولز، والإج بتاعتها زي ما هشوف اهو ان يلوش انكلر، الإج بتاعتها يلوش انكلر اهو، الإج بتاعتها يلوش انكلر، الإج بتبقى يلوش انكلر سب جلوبال ان شيب سيك شيل اند كفر ويز فاين بيتد البيومنس لاير. فاين بيتد البيومنس لاير في الاكوان كانت كورسلي بيتد، انما في الكاتل فيها فاين بيتد البونس لاير. طبعا بتعمل مشاكل بتعمل مشاكل زيها زي اي اسكارس موجوده في في الكلام. بعد كده عندنا توكسوكارا كانس، والتوكسوكارا كانس دي بتاعت الدب وبتبقى في السمول انتستين، والميل والفيميل برضه كده بستير اند، وده الشكل اللي انت شايفه ده بتشوفها كتير في الكلاب موجوده، وبتبقى واللبس بتاعتها في الشكل الموجود وادي الكولي ده اهو، وبعدين بس فيها هنا ايه فيها انتيرور اند بتاع توكسوكارا كانت بنشوف فيها هي سيرفايكال اللي اهو، ده بنسميه سيرفايكال اللي سيرفايكال اللي، وادي الشفايف بتاعتها برضه تسوي لبس لكن بالشكل اللي انت شايفه الجميل ده، ويبقى
المود في ترانسميشن، يا اما دايركت ترانسميشن باي انجكشن فيكتد ايج زي اللي بيحصل في الباقيين، او باراتينيك هوست ترانسميشن، حد يكون المايس مثلا واكله الايج وقاعده فيها وياكلها هو، او ترانس ميموري ترانسميشن. عشان ما ندخلش في المتاهه دي وتتعب نفسك انت كطالب سنه تانية، انا مش عايز منك الا تقول ترانس ميموري ترانسميشن بس، مش اكتر من كده. ادي تشيك ليست توكتوكارا، ادي التوكتوكارا موجوده سواء كان توكتوكارا كانسر او توكتوكارا كافي، وادي الايج اهي ممكن تديها للبيبي الصغير اثناء الممري اثناء ما بترضع، لان بتروح الممري جلاند. لكن ادي هو ادي الايج اهي بتنزل ويحصل لها ماتوريشن وياكلها ويحصل السايكل بتاعتها على طول، او اي من دول ممكن ياكلها. ودي خلي بالك توكتوكارا كانسر ممكن ياكلها الانسان اهو، ده السايكل دي ممكن ياكلها الانسان وتعمل لي مرض بنسميه فيزرال لارفا مايجرانز. فيزرال لارفا مايجرانز اللي هو انفستيشن هيومن تشو بيزا لارفا او توكسوكارا كان توكسوكارا كاتي، والانفكشن بيها الانفكتيف سيج بتاعها عباره عن مين؟ عباره عن الايج بتاع التوكسوكارا كان امبريونيتد ايج. بيعمل بتحصل فيها في الدوج والكات بيفتكيل هومورج، وممكن تروح مكان تاني زي البريتونيال كافيتي ونسميها في اللحظه دي ايراتيك بارازايت، وتعمل دايريا وتعمل كونستبيشن. ده المفروض اهم تشخيصها زي برضه بالايج او الادلت موجوده في الاسطول. تمام، ده شكل الايج بتاعت الاسكا التكتوكارا كانت التكتوكارا كاتي، وتبقى فيها امبريونيت ايج لما يحصل لها ماتوريشن، ودي من الحاجات اللي في غايه الاهميه. التكتوكارا كاتي نفس الكلام في الكات، ما بتصيبش الا الكات، وبتبقى في السمول انتستين، وطبعا ليها سيرفيك اللي بيبقى كبير وواضح. ده هو السيرفيك اللي شايف كده زي ما يكون واحده لابسه طرحه حوالين من جسمها جزء اولاني، اهو ده كله ده بنقول عليه سيرفيك اللي، ده كله سيرفيك اللي. دي من مميزات التكتوكارا عموما. نفس الكلام كلايف سايكل مفيش فيها كتير. دي توكسو اسكاريس موجوده في الكات والدوج، وبرضه موجوده في السمول انتستين، ونفس الكلام برضه بنفرق بينهم بالسيرفايكال الي. لو انت شفت اهو السيرفايكال الي في توكسوكارا كان، شوف ده في توكسوكارا كاتي اكبر شويه وواضح، في التوكسو اسكاريس اليونيني بتبقى بالشكل ده. ما فيش مشاكل، ما يعني مش عايزك برضه تتعب او تشيلها. بعد كده احنا قلنا ان الانسان لو خد الايج بتاع التوكسوكارا هيصاب بفيزر الله في المايجرين. فيزر الله في المايجرين از هيومن كونديشن بروديوس باي ذا بريزنس اوف ذا لارفا اوف نان هيومن اسكريت هي توكسوكارا كان التوكسوكارا كاتي في الفيزر او سايز انتستين في ان يوجوال هوست. خلي بالك لكنها ما بتكملش تفضل نفسها لارفا ما بتجر. الايج بيحصل لها هاتشن في السمول انتستين تعمل بنتريشن وتروح اي مكان، وتدي باثوجينيسيس مختلفه تماما على المكان اللي تروح. راحت الاي تدي مشكله في الاي، راحت البرين تدي كده، راحت الانتستين، راحت الليفر، راحت اللانج، اي مكان ممكن تديه بالشكل ده. هي مثلا اوكولار لارفا مثلا في الاي، وبنشخصها يا اما ناخد بيوبسي او بالسيرولوجيكال، وده لان ما لهاش دياجنوستيك ستيك. اخر حاجة هناخدها الاسكار بتاعت الطيور، ودول مهمين بالنسبة للطيور، ودايما بنسأل فيهم في الامتحان. جنرال كاركتر بتاعت اسكاريدا اوف دوماستيك بيرد بيبقى فيه اول حاجة بالاضافة فيها بريك الواقل سكر. اول حاجة فيها بيبقى بريزنس اوف بريك الواقل سكر. الاسوفجاس وير اروزاوت بستيرو بالب الكوتيكل ان ميل بيبقى ايه انفلاتد تو ذا فورم كود الالي. خلي بالك هناك اسمه سيرفيكال الي، هنا اسمه كود الالي. الفالفا في الميل اراوند ذا ميدل اوف ذا بول. اسكاريدا قال لي موجوده في الشيكن والتركي، وموجوده في السمول انتستين، والاضعف بتوصل لخمسه سته او سبعه سنتي في الميل، وسبعه لاتناشر في الفيميل. الاسوفجاس كلاب شيب اسوفجاس الميل ليكودا الالي والسيرفيكال سكر و10 بيرز اوف بابلي اند 2 ايكوال سبيكوس. الايج اوفل وسين سموث سيك شيل وذ سنجل ستيج امبريو اماتيو.
ده شكل الاسكاري ده. قال لي خلي بالك هي موجوده في السمول انتستين وزيها زي الاسكاري. اللايف سايكل الامبريونت ايج بتبقى يحصل لها انجيشن بالشكل، وبعدين بعد ما يحصل لها هاتشنج في السمول انتستين اللارف ان ذا لومن اوف ذا ديدنم تاخد لها 10 ايام ومايجريت تو ذا انتستينال ميكوزا. خلي بالك انتستينال ميكوزا 7 ايام تاني وبعدين تعود للومن. يعني ايه؟ ما بتروحش، هنا يسموه سوماتيك، ما بتروحش. اللارفا بتبقى موجوده في اللومن وبيحصل لها هاتشنج وتعيش اللارفا في اللومن لمده فتره، وبعدين تعمل بنتريشن للانتستينال ميوكوزا، وبعدين يحصل لها ماتوريشن وتعود تاني للومن بتاع الانتستين وتديني ادلت في الاخر. ده شكل الطيور، وادي الاسكاريس بتاعتها، وده وضع باثوجينيسيس. اولا بتعمل لوس اوف ابتايت ودروبنج وينج ودايريه ولوس اوف ويت وستاردنج في الجروس، وممكن يحصل لس لو في انتصار انتستان ابستراكشن من الكميه في الهيفي انفكشن، لان دي بتبقى عامله مشكله كبيره. بس اشخاصها بالبوست مورتم انت تفتح تشوف الكلام ده موجود في السمول انتست. الهيتراكس قال لي خلي بالك شيكن وتيركي زي هناك، لكن الهابيتات هنا السيكم. اول فرق الهابيتات السيكم هو الفروع. نمره اثنين، لو انت شو فاكر هناك الادلت كان في الميل حوالي من 5 ل 7 سنتي، هنا 1 سنتي. الفيميل هناك من 7 ل 12، هنا من 1 ل 1.5 سنتي. الاوسيفرس كلاب شيب وزود بستيرو باب، هناك كان في بستيرو باب. الايج بتبقى سيميلر للاسكي ده قال. وبعدين اللايف سايكل نفس الكلام، وزود مايجريشن في ما بيحصلش لارف هاتش ان ذا انتستين اند فول بزود مايجريشن، ما بتهاجرش للميكوزا لكن بيحصل لها تاش للسيكل ميكوزا وتديني الادلت على طول. ده شكل الهيتراكس جاليني. ومشكلتها الهيتراكس جاليني ان هي انكريمينيتد از فيكتور اوف استومونس ميلاجريز اللي هي البلاك هيد ديزيز، هناخدها ان شاء الله السنه الجايه في البرزوة، ان هي بتنقل الهيستومونس ميلاجريز. عشان كده بقول لك ما تربيش التركي جنب الفراخ العادي، وتعمل ديوز في السيكل ميكوزا ودياريه ولوس اوف كونديشن. شكرا جزيلا، وان شاء الله نتقابل في محاضره قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ودي عبارة عن مجموعة من الأسكريدة قال لي اللي لقيناها في السمول انتستين بتاع الطيور، وشوف شكلها وحركتها تعمل ازاي. ودي أسكاريس لامبريكودس موجودة في السمول انتستين بتاع مان، وشايف شكلها انت هو عاملة زي تعبان البطن بتدور على الأكل عشان تمتصه وتخلي الإنسان ياكل وياكل وياكل ويهضم ويجهز، وهي بالثري ليبس بتاعتها اللي شفناهم قبل كده تعمل ساكنج للإيسي دايجستد فود، وعايشة جوه الجسم داخل الانتستين وعمالة تبرطح يمين وشمال وتروح وتيجي على أساس إن هي هتدور على الأكل بتاعها وتخلي الإنسان يشعر بالهنجر بين بآلام الجوع وياكل كتير والأكل ما يطلعش عليه. يجي لك الراجل يقول لك الولد بياكل أكل كتير لكن ما طلعش عليه. دي الأسكاريس لامبريكودس في السمول انتستين